يتردد ان النادي الاهلي بيفوض اللاعب باسم علي، فعايز اعرف موقف مجلس اداره المقاولون العرب في هذا الشان. الحقيقه احنا ما جالناش خطاب رسمي، وانا كان ليا عتاب رقيق، مش علشان باسم علي بقى، لان المسؤولين في النادي الاهلي بيتفاوضوا مع لعيبه عندنا عند 18 سنه واحنا بنجدد عقودهم. طبعا ده مجرد ان النادي الاهلي يكلمه ويعرض عليه عرض اكتر من العرض اللي احنا بنعرضه، فده بيضيع مجهود سنين لاعداد هذا اللاعب. هؤلاء اللاعبين ناشئين لم يظهروا على الساحه. النادي الاهلي عنده قطاع كبير جدا، عنده كل لعيبه مصر في الاختبارات بتجيله، فارجو انهم يعني بالراحه احنا لن نخش في مزايدات، ويسيبوا قطاع الناشئين اللعيبه اللي احنا ربناها ان احنا نستفيد بيها. طب لو خاطبوا مجلس اداره المقاولون؟ انا شايف لو لعيب معروف زي باسم علي نتكلم ممكن، انما لعيب ناشئ انا ارجو لا، ولا بعيد عن المخاطبه يعني.